صبحكم الله بالخير مشاهدينا، وصباح جديد يجمعنا معاكم في هذه الحلقة الصباحية والمتجددة من برنامج صباح الشرقية. يا مرحبا بكم، يا مرحبا بكل من يتابعنا في هذا الصباح الجميل وصباح يوم الخميس. أتمنى يكون صباحكم مختلف عن باقي الصباحات مشاهدينا، وأتمنى أن أسبوعكم أيضا كان حافل بالإنجازات والأمور المحققة، ونتمنى لكم متابعة ممتعة ومتابعة شيقة. أكيد حلقتنا لليوم مشاهدينا فيها الكثير من الفقرات وفيها الكثير من المواضيع. خلوني في البداية أعرفكم على العناوين. القرية التاريخية بمنطقة وادي الحلو تاريخ وتراث. ملتقى العلاج بالموسيقى ينطلق من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. آخر الأفلام في دور السينما. تابعنا معكم مشاهدينا وخذنا نبذة مختصرة عن بعض الفقرات والعناوين اللي بتكون معنا إن شاء الله في هذا الصباح، وأكيد عندنا الكثير من الفقرات وعندنا الكثير من التقارير اللي دائما يحضرها لنا فريق البرنامج، فنتمنى لكم متابعة ممتعة. والحين مشاهدينا راح نستعرض عليكم بعض الأخبار الجميلة والخاصة بدولتنا الحبيبة وإمارتنا الباسمة. والخبر الأول من صحيفة الاتحاد، رئيس معهد الشارقة يتفقد المشاريع التراثية في خرفكان وكلبا. تفقد الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث عددا من المواقع والمشاريع التي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بتطويرها وترميمها وإعادة إحيائها في كل من مدينتي كلبا وخرفكان، وزار موقع حصن كلبا والمنطقة المحيطة به وموقع حصن خور كلبا، بالإضافة إلى بعض المناطق الأثرية في كل من الزبارة واللؤلؤية في مدينة خرفكان برفقة عدد من مديري إدارات ومديري الفروع. طبعا مشاهدينا، مدير معهد الشارقة للتراث يزور ويتفقد بعض المناطق والمواقع الأثرية والتي أمر سمو الحاكم بإعادة صيانتها وإعادة ترميمها، فكانت لهم الكثير من الزيارات لهذه المواقع الأثرية من مطاعم، من أسواق أثرية، من بيوت وأيضا مساجد، ودائما حريصين على أنهم يتفقدون هذه المخططات المقترحة واللي يعني يكون لها دور كبير وتسهم أيضا في أن تكون المنطقة من المناطق السياحية الجاذبة للسياح. والشيء الحلو يعني سمو الحاكم دائما حريص على صون وحماية التراث حتى أنه يبقى للجيل الحالي وأيضا يبقى للأجيال القادمة، فيعني ما شاء الله جهود كبيرة ومتابعة مستمرة من معهد الشارقة للتراث، دائما يتفقدون هذه الأماكن اللي أمر سمو الحاكم بصيانتها وإعادة ترميمها اللي بيكون لها دور كبير في إيجاد هوية تراثية وإيجاد هوية تاريخية للمنطقة. ننتقل معكم مشاهدينا للخبر الثاني من صحيفة أخرى، 26 ألف شخص في الشارقة يستفيدون من برامج التثقيف الاجتماعي. تمكنت إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن من إيصال كل برامجها التثقيفية إلى عدد 25 ألف شخصا من الفئات العمرية المختلفة عن طريق تنظيم سلسلة من البرامج التي شملت 34 سلسلة من غرس القيم النبيلة و20 برنامج توعوي و24 برنامجا عن الوقاية والحماية الاجتماعية، وذلك عبر خاصية الاتصال المرئي إلى جانب البث الحي عبر حسابات الدائرة على شبكات التواصل الاجتماعي. إدارة التثقيف الاجتماعي بدائرة الخدمات الاجتماعية مشاهدينا دائما يعني نحن نشهد لهم هذه البرامج التوعوية وهذه البرامج التثقيفية، والشيء الجميل أنها تكون موجهة لكل شرائح المجتمع من أطفال، من أولياء أمور، من كبار، من صغار، فالشيء الجميل أن عدد كبير من الأشخاص استفادوا من هذه البرامج التوعوية والبرامج التثقيفية، حوالي 26 شخص استفاد بطريقة إيجابية من هذه البرامج. فدائما يعني الخدمات الاجتماعية يعني تنظم
مثل هذه البرامج والفعاليات اللي من خلالها راح تصل إلى الرفاه وتصل إلى الاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي اللي يحتاجه كل مجتمع. فالله يقويهم على هذه البرامج اللي يعني يضمونها على مدار السنة من قبل جائحة كورونا وهم شغالين على هذه البرامج. وفي هذا الوقت أيضا يعني ما وقفت برامجهم، كانت لهم الكثير من الفعاليات واللي كانت عن بعد، فطريقة يعني دائما يتواصلون بشكل مباشر أو غير مباشر مع كل المنتسبين معهم حتى يعني يوصلون لهم بعض من الرسائل وبعض من الأهداف اللي هم دائما يضعونها. فالله يقويهم على كل هذه الأفعال والبرامج التثقيفية. ننتقل معاكم مشاهدينا لصحيفة الخليج. الجامعة القاسمية ترسخ ثقافة القراءة بفعاليات متعددة. كشف الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية عن مشاركة الجامعة بعدد من الفعاليات التي تتواكب مع شهر القراءة، ومن المقرر أن تطلق الجامعة عددا من الفعاليات والأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنظم تحت عنوان القاسمية تقرأ خلال شهر مارس الجاري، وأيضا تتضمن ورش تدريبية ومحاضرات ومسابقات واستضافة شخصيات، فضلا عن تعزيز دافعية الطلاب والطالبات للقراءة. وأشار الدكتور عواد الخلف إلى دور الجامعة القاسمية كصرح للتعليم العالي في تنظيم كوكبة من البرامج المتميزة خلال شهر القراءة، وأيضا تبرز أهداف الجامعة في ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة ودعم رؤيتها في بناء الإنسان من خلال القراءة والاهتمام بمستواها المعرفي والثقافي كأولوية من أولويات التطور وبناء المجتمع والمعرفة. طبعا مشاهدينا يعني جامعة الشارقة مو بغريبة عليها أنها دائما تواكب مثل هذه الفعاليات وتواكب مثل هذه البرامج. بما أن نحن يعني نعيش شهر القراءة، كانت لها أيضا جدول خاص في هذا الشهر، راح تنظم الكثير من الفعاليات تحت عنوان القاسمية تقرأ. فأكيد راح يكون في فعاليات، راح يكون في برامج، راح تكون أيضا في بيئة مناسبة تحفز الطلاب والطالبات على حب القراءة وحب المعرفة. مو بغريب على إمارة الشارقة يعني إمارة الثقافة في أنها دائما داعمة للثقافة وللمعرفة وللقراءة، وتوفر كل الأمور اللي من خلالها يعني تشجع الأطفال وتشجع كل شرائح المجتمع في أنهم يدخلون في عالم الثقافة وعالم القراءة. فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في هذه الفعاليات اللي نظمونها في هذا الشهر واللي بتكون تحت عنوان القاسمية تقرأ. تابعنا معاكم مشاهدينا هذه الأخبار الجميلة والخاصة بإمارتنا الحبيبة. راح ننتقل معاكم الحين بنتعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا الحبيبة. تابعنا معكم مشاهدينا درجات الحرارة وحارة الطقس لكل مدن ومناطق دولتنا الحبيبة. وعشان نتعرف أكثر على حالة الطقس كيف بتكون يوم الخميس في نهاية عطلة الأسبوع، بيكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبدالله جازم البحري من المركز الوسطاني للأرصاد الجوية. صبحك الله بالخير، يا مرحبا بك معنا أستاذ عبدالله. مرحبتين وسهلين، صبحكم الله بالنور والسرور. يسعد صباحك. طبعا استاذ عبد الله، نحن حابين نتعرف على درجات الحراره وعلى حاله الطقس كيف بتكون بما ان اليوم الخميس وبندخل على نهايه عطله الاسبوع، فالواحد دائما يحب ياخذ فكره عن حاله الجو وحاله الطقس، فكيف بتكون خلال الايام القادمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاله اليوم بتكون الطقس بيكون مغبر وغائم جزئيا ومائل للحراره نهارا، ورياح بتكون خفيفه الى معتدله السرعه، وتكون حركتها شماليه شرقيه الى جنوبيه شرقيه، تتراوح سرعتها من 10 الى 20 طفل الى 30 كم/ساعة احيانا.
أما بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع بيكون الطقس بشكل عام مغبر وغائم جزئي، وبيكون في ارتفاع في درجات الحرارة نهارا يوم الجمعة، وبيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم السبت إن شاء الله، وبيكون الطقس بوجه عام رطب ليلا والصباح الباكر مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية. والرياح بتكون خفيفة إلى معتدلة، تنشط تدريجيا خاصة على البحر يوم الجمعة، وتكون مثيرة ومحملة بالغبار، والبحر يكون متوسط الموج، يصبح مضطربا تدريجيا بعد ظهر الجمعة في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط يضطرب يوم السبت في بحر عمان. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على الدولة تتراوح ما بين 28 العظمى تتراوح ما بين 28 إلى 36 درجة مئوية، وتتراوح الصغرى ما بين 19 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة لحالة البحر اليوم بيكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. هذا والله العالم، ويتمنى المركز الوطني لكم يوم سعيد إن شاء الله. يعطيك العافية على هذه المداخلة اللي من خلالها عرفتنا على حالة الجو ودرجات الحرارة يوم الخميس والأيام القادمة، ونتمنى لك التوفيق. شكرا لك على هذه المداخلة أستاذ عبد الله. طبعا مشاهدينا، بعد ما شفنا يعني وتعرفنا اكثر على حاله الطقس مع الضيف اللي كان معنا من المركز الوطني للارصاد الجويه، مثل ما ذكر انه بيكون في يعني انخفاض ملحوظ في درجات الحراره يوم السبت، الى جانب يعني ممكن يكون في تشكل للضباب والرياح، والبحر راح يكون مضطرب، فنحن نتمنى من الجميع انهم ياخذون الحيطه والحذر، ونتمنى لكم ايضا اجازه سعيده في هذه الاجواء الجميله. طبعا مشاهدينا، تعودنا دائما في كل صباح ان نحن ناخذكم في جوله لمدن ومناطق المنطقه الشرقيه، وجولتنا في هذا الصباح بتكون في منطقه شيص، فخلونا نتابع هذه اللقطات الجميله ونرجع بعدها. تابعنا معكم مشاهدينا هذه اللقطات الصباحية الجميلة والخاصة بمنطقة شيص، اللي تعتبر من المناطق الجميلة والمناطق الطبيعية السياحية، واللي فيها أيضا مشاريع كثيرة افتتحها سمو الحاكم بالفترة الأخيرة، فتقدرونكم تزوروا منطقة شيص وتستمتعون فيها، وتستمتعون أيضا بالحديقة المميزة الموجودة فيها، وتستمتعون بطبيعتها وبخضرتها. من شيص مشاهدينا راح ناخذكم بجولة صباحية أخرى لوادي الحلو، اللي تتميز أيضا بالكثير من الأماكن التاريخية والأماكن الجميلة، واللي ما زالت أيضا تحافظ على طابعها المميز. راح نعرفكم مشاهدينا على القرية التاريخية في منطقة وادي الحلو بشكل أكبر مع الزميل محمد النقبي، خلونا نتابعه. منطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء، التي اكتسب اسمها نظرا لخصوبة تربتها ووفرة المياه الجوفية فيها. تضم المنطقة عددا كبيرا من القلاع والحصون على مداخل ومخارج وادي الحلو. القرية التاريخية في منطقة وادي الحلو
التي تحتوي على إطلالة تعكس أسلوب الحياة الزراعية في المنطقة الجبلية، كانت تتميز بخصوبة أرضها وغزارة المياه فيها، مما سمح لأهلها بتكثيف نشاطهم الزراعي. كما تحيط بتلك القرية ثلاثة أبراج دفاعية التي كانت تشكل منظومة دفاعية تشرف على المزارع المحيطة. في القرية معالم تاريخية تتلاقى مع الجذور العريقة لسكان الوادي على مر العصور، التي انعكست على أسلوب العمارة الذي مزج بين الأسلوب المحلي والخارجي، مما يدل على التبادل الثقافي الذي شهده الوادي منذ القدم. شملت القرية قرابة 20 منزلاً، بالإضافة إلى مسجد وآبار للمياه ومخازن مسورة وأراض زراعية تشهد جميعها على حياة الرخاء والاستقرار التي نعم بها أهل الوادي. تابعنا معكم مشاهدين هذه الجولة الصباحية الجميلة والخاصة بمنطقة وادي الحلو، وتعرفنا على القرية التاريخية المميزة الموجودة في هذه المنطقة. فكنا نعرف مشاهدين يعني مدينة خرفكان فيها الكثير من الأمور الجميلة السياحية التاريخية، فتقدرون أنكم تأخذون جولة على كل المناطق الموجودة فيها، وفي كل منطقة راح تتعرفون على أشياء تراثية وأشياء تاريخية جميلة. من بعد هذه الجولات الصباحية اللي نحن دائما نحرص في صباح شرقية أن نعرضها عليكم ونعرفكم على بعض الأماكن الحلوة الموجودة في خرفكان، راح ننتقل معكم إلى موضوع آخر. تسهم مكتبة مدينة خرفكان العامة في نشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع من خلال مجموعة منوعة من الفعاليات والأنشطة التي تقدمها، وذلك بهدف زيارة عدد القراء في المنطقة الشرقية. واليوم مشاهدينا راح نتعرف أكثر على فعاليات المكتبة العامة وعلى البرامج اللي دائما ينظمونها في مدار السنة. رحبوا معي بالأستاذ أحمد محمد المشتغل أمين مكتبة خرفكان العامة. صبحك الله بالخير ومرحبا بك معنا أستاذ أحمد. صبحك الله بالنور. حياك الله. طبعا أستاذ محمد، نحن نعرف يعني هيئة الشارقة للكتاب والمكتبة العامة في خرفكان دائما على مدار السنة يكون عندهم الكثير من الفعاليات والبرامج اللي دائما ينظمونها لكل مرتادي المكتبات العامة، وشيء جميل عندكم يعني فعاليات موجهة لكل أفراد وشرائح المجتمع. نعم. ونحن الحين نعيش شهر القراءة، فأكيد عندكم وايد فعاليات خاصة بهذا الشهر. نعم. فخبرنا أكثر عن فعاليات المكتبة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم لإتاحة هذه الفرصة، أو أشكر قناة شرقية من كلبة. بداية يعني نحب ننوه أن مكتبة خرفكان العامة طبعا هي جزء من مكتبات الشارقة اللي تابعة على هيئة الشارقة للكتاب. نقوم في المكتبة بإعداد الفعاليات وتنفيذ البرامج الثقافية المنوعة لجميع أفراد المجتمع. حلو. بداية من الحضانة إلى كبار المواطنين. يعني عندكم وايد فعاليات. نعم. لصغار السن لكبار السن، وفي بعض الفعاليات تجمعون فيها كل أفراد الأسرة. نعم. يعني هذه من الطرق الذكية ومن الأساليب الذكية اللي يعني تنقلون لهم مبدأ الثقافة ومبدأ القراءة والمعرفة. نعم. فخبرنا أكثر يعني ما مدى تأثير الثقافة في بناء أسس في قائمة الثقافة؟ طبعا الثقافة هي أساس كل شيء. طبعا المجتمعات والشعوب القديمة قامت على الثقافة، قامت على اللي هي الأشياء الثقافية، ازدهرت بوجود الثقافة لديهم، وهذا ما يعني نظرنا برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة في دعمه للثقافة ودعمه للعلم. هذا كله انعكس طبعا في الأشياء اللي موجودة في الدولة، تطورت وازدهرت كله بفعل الثقافة. أكيد. يعني خاصة في إمارة الشارقة يعني نحن نشوف اهتمام كبير من سمو الحاكم في نشر كل الأمور الخاصة بالثقافة، فيت فترة شفنا في كل بيت مكتبة، ويت فترة أيضا شفنا المكتبات الشاطئية اللي توزعت على شاطئ خرفكان، إلى جانب الفعاليات الأخرى والبرامج اللي من خلالها يعني توصلون
عالم الثقافة وعالم نعم. القراءة لكل أفراد الأسرة. نحن اليوم نبغى نتكلم عن الفعاليات الموجهة للأسرة وكيف أنكم يعني تسوون فعاليات وتنظمون فعاليات من فئات عمرية صغيرة لفئات عمرية نعم. كبيرة. طبعا مكتبة خرفكان رائدة في تنفيذ البرامج وتنفيذ الفعاليات لجميع أفراد المجتمع سواء أطفال سواء كبار، يعني حتى دخلنا في مجالات ثانية في إعداد الفعاليات حتى للعاملات في المنازل بلغات ثانية بلغات مثلا اللغة الفلبينية، دخلنا اللغة الهندية، إن شاء الله يعني مستقبلا ندخل لغات ثانية. ليش؟ لأن التنوع الفئات العاملة في المنازل، الحين دخلت الأثيوبية مثلا، فهني احنا ننوع هاي ليش؟ لأن هذيل عايشين في الأسرة، فالأطفال أو الموجودين في الأسرة أكيد بيتأثر بثقافة هذا الدخيل على المنزل. فاحنا بهالفعاليات نثقف هالفئة. ليش؟ لأن يعني نثقفهم بعاداتنا تقاليدنا بالأشياء، حتى ندخل ما بس مو بكثير يعني اللي هي الأمور الدينية، نلتمس الآثار على نعم. طريقة التعامل مع الأطفال أو طريقة التعامل في محيط نعم. الأسرة نفسها. صحيح. فمثل صحيح. هذه الفعاليات يعني اللي بلغات مختلفة وبلغات أخرى، أستاذ محمد أكيد واجهتكم شوية بعض الصعوبات في أنكم تنظمونها وفي أنكم أيضا نعم. تجربونها على العمالة المساعدة في المنازل، فكيف نعم. شفتوا ردود أفعالهم، كيف شفتوا إقبالهم على مثل هذه الفعاليات؟ والله كان إقبال كبير الحمد لله رب العالمين، وكان في ترحيب حتى من الأسر، يبون مثلا العمالة المساعدة اللي موجودة عندهم حتى بنفسهم يعني يجون ويطلعون والله شيء جديد. هذا التنوع اللي يحصل عندنا احنا في الفعاليات، احنا دائما يعني التنويع دائما مستمر عندنا. غير هذا ان احنا نسعى الى استفادة جميع أو توجه المجتمع. جميع شرائح المجتمع. جميل. أيضا نحن الحين يعني نعيش فعاليات شهر القراءة، وأكيد يعني المكتبات نعم. العامة كل مكتبة عندها برامج معينة وبرامج مخصصة لهذا الشهر، فأكيد نعم. أيضا أنتم في المكتبة العامة في خرفكان مثل ما ذكرت عندكم جدول نعم. لمثل هذا الفعالية، فخبرنا عن برامجكم، خبرنا عن فعالياتكم الخاصة بشهر القراءة. البرامج الحمد لله يعني احنا طبعا مستمرين في البرامج يعني من على مدار السنة. يعني على مدار السنة، فالفعاليات اللي الحين يعني ليش؟ لأن شهر القراءة، فإحنا نزيد التركيز في هذا الشهر، نزيد الفعاليات اللي عندنا عدد الفعاليات، نحاول انتقاء نوعية من الفعاليات التي تهتم بهذا الشهر بالقراءة، أو يعني نوظفها في تعزيز مبدأ القراءة. أيوة مبدأ القراءة. جميل. طيب أستاذ أحمد، يعني أكيد هذه الفعاليات ذكرت أنكم تحرصون أنكم توجهون هذه الفعاليات لكل شرائح المجتمع. نعم. ففي فعاليات للأطفال، في فعاليات لشوي أكبر من عمرهم. نعم. في فعاليات أيضا لأولياء الأمور. صحيح. فنحن نبغى نعرف يعني جدول الفعاليات لكل فئة عمرية بالتوقيت بالأمور ركزتوا عليها. طبعا أكيد إحنا ننوع طبعا في كل شهر، يعني ننوع مثلا في هذا الشهر مثلا في فعالية للأطفال، فعالية للموظفين، فعالية لكبار مواطنين. كيف تكون طبيعة الفعاليات الموجهة للأطفال؟ طبعا تكون أكثر ترفيهية، ندخل في الجانب الترفيهي بالإضافة إلى الجانب التعليمي تثقيفي. ونحرص أن اللي ينفذ الفعالية يكون شخص لديه خبرة، يكون مؤهل لهذه الفعالية. يعني فعالياتكم قبل جائحة كورونا كانت في المكتبة العامة، وتكون في تواصل مباشر ما بينكم وما بين الفئات اللي تشارك معاكم في مثل هذه الفعاليات، لكن الحين أغلب فعالياتكم هي عن بعد. نعم. فكيف تم التنسيق لمثل هذه الفعاليات؟ كيف تم الترويج عن هذه الفعاليات؟ نحن نشاهد دائما ما شاء الله يعني نعم. في إقبال كبير على فعالياتكم سواء كانت في المكتبة أو عن بعد، فكيف نعم. يتم التنسيق لها؟ الحمد لله يعني اللهم لك الحمد جاءت هذه الجائحة، وطبعا زاد التسارع في الأمور المعلوماتية، زاد التفاعل، زاد التقارب مثلا المجتمع أو توجه المجتمع إلى البرامج اللي هي البرامج اللي هي مثلا برنامج زوم،
المدارس صارت في اللي هي البرامج اللي عن بعد. فاحنا نحاول ونسعى قد ما نقدر ان نوظف هذه البرامج في فعالياتنا وبرامجنا، مش تكون كلها كمحاضرات او ندوات، لا نخليها منوعه. يعني حتى في هذه ليش؟ لان خلاص تواكبون التطور، تواكبون الامور الجديده، نواكب الامور الحديثه، خصوصا حتى في مساله الفعاليات. يعني ما تكون كلها كمحاضره ومحاضر يتكلم، لا تكون في كورش تفاعليه بينه وبين الجمهور اللي موجود معه. تكسرون شوي الروتين وتكسرون ايضا الملل. نعم. في مثل هذه الفعاليات وتنظمون بعض الورش التدريبيه والورش الاخرى. نعم. اكيد يعني مثل هذه الفعاليات الضخمه تحتاجون تعاون كبير من المؤسسات، من بعض المدارس. يعني دائما نحن صراحه نشهد لكم فعاليات تكونون منظمينها مع بعض المدارس الخاصه. نعم. فخبرنا عن التعاون ما بينكم وما بين الدوائر والمؤسسات الحكوميه وبعض المدارس. والله الحمد لله في تعاون كبير بيننا بين تقريبا جميع المؤسسات اللي موجوده في خرفكان، المؤسسات الحكوميه والمؤسسات التعليميه كمدارس. يعني عندنا نموذج مثلا كدورات تدريبيه حتى للموظفين، ما شاء الله في بعضهم يعني نسوي لهم كدورات خاصه لموظفين جهه معينه. جميل. بالاضافه الى تزويدهم بكل جهه، طبعا عندهم مكتبه في هذا، فنحاول ان نساعدهم في او نمدهم ببعض الكتب او يصير عمليه دائما تقدمون لهم. أيوة. الدعم. الدعم في الكتب، بالاضافه الى عندنا احنا موظفين اللي هم عندهم خبره في تصنيف الكتب، نصنف لهم يعني مو بس كتب في مكتبة، لا مصنفة مرتبة بترتيب معين اللي هو التصنيف. هذا اللي يجذب القراء أستاذ محمد لمكتبة خرفكان العامة. يعني نحن صراحة دائما نشهد لكم الترتيب والتقسيمات المرتبة لكل الفئات. يعني الواحد يوم بيدخل يبحث عن كتاب ما يضيع. عندكم تقسيمات، عندكم ترتيبات مرتبة لبعض الرفوف، لبعض أيضا زوايا هذه المكتبة. في هذا الوقت يعني مبادراتكم كثرت، وعندكم مبادرة توزيع الكتب بالمجان. خبرنا عن هذه المبادرة. هي مش توزيع كتب بالمجان، هي هذه المبادرة جاءت يعني كفكرة لإعادة تدوير الكتب. يعني الكتاب قيمته مش القيمة المالية، القيمة المعرفية لكل كلمة فيه. فجاءت هذه الفكرة إلى أي حد مثلا عنده كتب ما يبغيها ما يفرها أو في المكتبة. يحطها في البيئة، في يوديها بيئة مثلا شركة بيئة لإعادة تدويرها، لا احنا ناخذها نعيد تدويرها لقراء آخرين. جميل. فالحمد لله يعني وصل تقريبا الشهر الماضي تقريبا 3300 زائر تقريبا لهذا المعرض. يعطينا كتب أو يأخذ كتب. يعطيكم كتاب يستبدله بكتاب آخر يقرأه ويرجعه، ولا كيف هي المبادرة؟ هي المبادرة أن هي كتب إهداءات من الجمهور. نعم. ويقدر يأخذها. ليش؟ لأنها ما تدخل في نظام المكتبة الداخلية. يعني الكتب اللي موجودة عندنا في النظام مثلا تدخل في نظام معين، نظام فهرسة في سيستم معين، لكن الكتب هذه يقدر المتردد ياخذها يضيفها لمكتبته في البيت مثلا ويستفيد منها. إذا مثلا قرأ هالكتب أو المجموعة اللي عنده يقدر يجيبها ويستبدلها بكتب ثانية. نعم. بالإضافة إلى حتى جهات حكومية ساهمت في هذا المعرض. يعني نعم. جميلة هذه المبادرة اللي راح تخلي القراء يستفيدون من بعض الكتب المركونة في المنازل. نعم. تم قراءتها والقارئ ما يحتاجها، فحلوة هذه المبادرة. نعم. أن فيها نوع من التبادل الثقافي والتبادل المعرفي، أنكم فتحتوا مجال تبادلون بعض. نعم. الكتب المفيدة واللي أكيد راح يستمتعون في قراءتها. تعرفنا على فعالياتكم في هذه الفترة والفترة السابقة. نعم. وأكيد يعني عندكم أيضا خطط مستقبلية، مبادرات، أفكار للفترة. نعم. القادمة وياسين تحضرون لها. خبرنا شو اللي جديد في المكتبة العامة. ان شاء الله نخليه كمفاجأة. مفاجأة. هي نعم. كنا بناخذه حصري. هي نعم. فالحمد لله يعني احنا دائما باستمرار نواكب التطور، نواكب حتى التنوع الفكري اللي موجود في المجتمع. نعم. يعني على سبيل المثال مثلا في اطفال كانوا خلاص يتعلمون انجليزي، واحنا حتى في جيلنا نتعلم انجليزي وعربي بس. نعم. الحين الجيل أخرى. القادم يعني يتعلم لغات ثانيه. التنوع الثقافي اللي في المجتمع هذا يعني يلهمنا ويعطينا افكار ان نسوي كل ما هو جديد
ونطرحه للمجتمع. وتاخذون رأي الأشخاص اللي دائما يرتادون عندكم في المكتبة العامة بنوعية الفعاليات اللي يبونها، بنوعية البرامج، يكون في دائما تواصل بشكل مستمر مع القراء اللي دائما يرتادون هذه المكتبة؟ نعم أكيد، وعندنا احنا استبيان دائما بعد كل فعالية، عندنا استبيان ما هو الجديد، ما هو الذي يعني السلبيات والإيجابيات الموجودة في كل فعالية. حتى عندنا في برامج كعصف ذهني نسويها لكبار المواطنين، ليش؟ لأنهم يعني ناس أكثر منا خبرة وكل واحد في مجال، بالإضافة إلى المكتبة طبعا تحوي المفكر والمثقف والقارئ والكاتب والدكتور والطفل، عقول مختلفة، ثقافات عقول مختلفة. ثقافات مختلفة، فهذه الناس يعني دائما احنا تينا كأفكار جديدة باستمرار، واحنا نوظفها في الفعاليات، نوظفها حتى في طريقة الجلوس في المكتبة. جميل، يعني تركزون على كل التفاصيل اللي ممكن يعني يشعر بها القارئ بكل أريحية عندما يزور هذه المكتبات العامة الموجودة في المنطقة الشرقية. نعم. ذكرت أن ما شاء الله كل الشرائح تستهدفونها من هذه الفعاليات وهذه البرامج حتى كبار السن. نعم. فأي فئة تحسونها يعني تستمتع أكثر؟ أي فئة حسيتوا فيها إقبال كبير؟ والله هي كل فئة لها برامج معينة، لها أقبال محدد، لها يعني مثل ما تقولين يعني لها، ما تركزون على فئة معينة لا، أو على جوانب معينة، احنا نركز على جميع الفئات. ليش؟ لأنها جميع فئات المجتمع. يعني نحاول نوصلهم يعني ل ل ل ل يعني الاستفادة في عالم الاستفادة القراءة. الاستفادة حتى لو بحرف واحد، يعني لو استفاد أي شيء احنا هذا نعتبره مكسب ونجاح. ليش؟ لأن المكتبة هي الأساس في كل شيء، الأساس في الثقافة، الأساس أكيد. في تنمية فكر الفرد، تنمية عقليته، وبعدين يعني المعلومات موجودة لكن تحتاج من بس يفتح كتاب ويقرأها. فأنت ما شاء الله موفرين البيئة المناسبة والبيئة التحفيزية والبيئة اللي دائما تشجع كل الفئات العمرية وشرائح المجتمع اللي يرتادون هذه المكتبة على القراءة والاطلاع والمعرفة. صحيح. فكل الشكر والتقدير لكم كل العاملين في المكتبات العامة، وكل الشكر والتقدير لك الأستاذ أحمد محمد المشتغل أمين المكتبة العامة في خرفكان على هذا الحضور. شكرا. اللي يعني تعرفنا من خلالك على كل فعالياتكم وعلى كل مبادراتكم، فالله يقويكم إن شاء الله في المبادرات القادمة إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية.